دكتور عمرو ابو المجد، رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، في البدايه برحب بحضرتك، وقبل كل شيء كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه شهر رمضان. كل سنه وانت طيب، واهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. سعداء بوجود حضرتك معنا النهارده. انا اسعد والله. بدايه مبروك النتائج اللي اتحققت فتره قصيره جدا تقدر ببضعه اشهر بعد ان تولى مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن خطيب، وتم تكليف حضرتك بالمهمه، واعتقد دي رابع ولايه للدكتور عمرو مع قطاع الناشئين. بالظبط كده. النتائج ماشيه بشكل مرضي لحضرتك وللقائمين على القطاع حتى الان؟ والله يا نتائج مفاجاه. انت عارف انا جيت يمكن في عهد المجلس السابق بقياده الاستاذ محمود طاهر، ولجنة الكورة الأستاذ محمود طاهر والكابتن طه إسماعيل والكابتن أنور سلامة، فكلفت بالعمل وحطينا استراتيجية. أي حاجة بنمسكها بنحط لها استراتيجية، ندرس الوضع الراهن وبنحط سنة سنتين ثلاثة. أنا حطيت سنتين للنادي الأهلي. يمكن السنة الأولى اشتغلنا على محاور كثيرة وإعادة ترتيب البيت من الداخل أولاً، ودي ليها اكثر من محور، يمكن محور فني ومحور اداري على النص. والحمد لله حطينا خطه كامله لما سنفعله خلال السنه الكامله، وقدرنا نحقق اكثر من 95% من الاستراتيجيه. بمعنى ايه دكتور عمرو؟ ممكن بعض المشاهدين هم بيسمعوا حضرتك دلوقتي يقولوا يعني ايه ترتيب البيت من الداخل؟ يعني دكتور عمرو لما تولى المهمه في اي مرحله بيبدا فيها خطه عمل جديده مع القطاع، او بيكلف من جديد او بتجدد فيه الثقه، دراسه القطاع، ما هي عمليه ترتيب البيت من الداخل؟ معناها ايه؟ يعني احنا جينا لقينا مثلا الملاعب مش مظبوطه، الملاعب يعني ترابيه، كان اخر الموسم. فالحمد لله نجحنا ان احنا نظبط الملاعب كلها ونحط جداول للفرق، ما كانش موجود جداول، وخصصنا ملعب للمباريات فقط. النهارده الموسم انتهى، تعال اتفرج على الملاعب اكانها بدايه الموسم. الاستراحه مثلا، الاستراحه كان فيها عدد كبير من اللعيبه وفيهم عدد كبير يعني ملوش لازمه بالعربي كده، العناصر المعتمد عليها في القطاع. لا لا لا، وكان ما فيش لائحة جوه، وكان أي حد ممكن يدخل، وكانت مهملة شوية، والأكل كانش مناسب، والمطعم يعني ظبطنا كل ده. تعال تشوف دلوقتي الاستراحة بقى فيها نص العدد، لأن ما دخلهاش إلا اللعيب اللي هو بيلعب أساسي في فرقته. الوجبات اتظبطت، في إشراف كامل، غيرنا 5 إداريين. يعني اصبح في مساحه كبيره، في اماكن متسعه لاي وافد جديد على القطاع ممكن يكون له دور مهم، وفي مكان للمذاكره، وفي دروس خصوصيه، وفي امور كثير. الجيم مثلا ابتدينا نستخدم الجيم في التدريبات الفرديه، ابتدينا نجيب مخطط احمال الدكتور الدكروري، وده رئيس قسم في جامعه المنيا كليه التربيه الرياضيه. هذا الرجل راجل مخلص وراجل فاهم كويس جدا، وقدر ان هو يطور في حته القوه بالنسبه للمدربين وبالنسبه للاعبين. واصبح لاعب النادي الاهلي دلوقتي بيدخل الجيم بشكل يعني شبه اقول لك كل يومين ثلاثه تلاقي فرقه او تلاقي لاعب في الجيم. اصبحت تدريبات القوى البدنيه دي جزء كبير من عمليه التدريب. عملنا اختبارات وقياسات للاعيبه في بدايه الموسم وفي نهايه الموسم. طب عفوا وحضرتك دكتور عمرو دلوقتي قلت في اماكن للدروس والاستعدادات اللي هي الدراسيه والمذاكره، هل ده بيبقى مخصص للاعب مغترب قادم من اي مكان من الاقاليم، ولا عشان في فترات بتحتاجوا فيها الاولاد يبقوا موجودين بشكل دائم؟ دول للاستراحه، الدروس الخصوصيه خاصه للمقيم في الاستراحه، للاعيبه الاستراحه. وبعدين اللاعيبه الاستراحه على فكره الاستراحه دي خرجت ابطال، يعني خرجت حسام غالي، وخرجت اسامه حسني، وخرجت اعداد كثيره جدا من النجوم اللي لعبوا في النادي الاهلي. فانا بعتبر الاستراحه هي فيها حوالي 44 لاعب السنه دي، كان السنه اللي فاتت 86. انا بقول ان دول هم ذخيره النادي الاهلي في المستقبل، ولذلك هم بيعيشوا عيشه احترافيه من ناحيه التغذيه، من ناحيه النوم، من ناحيه المذاكره، من ناحيه الدروس الخصوصيه، من ناحيه المحاضرات. ده يقدر يخلي اللاعب يوفق طبعاً وقته بشكل جيد بين حياته الدراسيه والكرويه. طبعا الاولاد دول امانه في ايدينا، اهاليهم سايبينهم، فاحنا المتولين كل هذه الامور. ده بقى اللي سايب اسرته قادم من مكان بعيد ومقيم في خاصه من الاقاليم، يعني الصراحه للاعبي الاقاليم. فدول بنعمل معاهم مجهود جامد جدا،
وفي نظام وفي لائحه داخليه داخل الصراحه، هذه اللائحه بتطبق عليهم بحيث ان مستواهم بيزيد يوم بعد يوم، وان شاء الله في الفتره الجايه هيبقى في تطوير اكتر واكتر. ايضا طبعا في حاجات كتير جدا خاصه بالتثقيف المدربين، يعني انا بعتبر ان المدرب هو حجر الزاويه في تقدم اي فرقه. وحضرتك كمان ما شاء الله من الكوادر المتعارف على انها بتتبع احدث الاساليب الاكاديميه والعلميه في مصر وفي العالم العربي، وزي ما التقرير قال لحضرتك لك اكثر من مؤلف مؤثر جدا في اعداد وتحضير المدربين لله. ده اكيد له انعكاسه على الفريق اللي بيشتغل مع حضرتك دلوقتي. اكيد. شوف قبل ده كله، يعني الصوره اللي قدامنا دي تلاقي الجهاز كله موجود في مباراه 2002. يعني الحمد لله احنا نجحنا ان احنا نعيد الصور اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي شايفها شايفها على الشاشه، نعيد الروح والالفه والمحبه والوئام بين اللعيبه وبين الاجهزه، بحيث ان كل مباراه في المباريات دي بتلاقي الجهاز كله كامل، العمال كلها، اللعيبه كلها، لعيبه الفرق الاخرى، وده منظر يعني يدرس. هذا المنظر يعني قلما تجده في اي نادي اخر. لو وصلت للنقطه دي ثق ان اي حاجه بعد كده هتيجي سهله، اي حاجه هتستوعبها. هل المشهد ده الصوره دي بتجمع الفريق مواليد 2002 مع كل العاملين في قطاع الناشئين؟ هذه الصوره يا نهائي مباراه الزمالك والاهلي في بطوله 2002 اللي اتلعبت من ثلاث ايام، وفاز بيها النادي الاهلي وفاز بالبطوله، وشوف الاولاد فرحانين ازاي وبيعبروا عن شعورهم، هم والجهاز بتاعهم والاجهزه الاخرى والعمال وكل الدنيا كلها كانت فرحانه بهذا اليوم. وهنا شوف رافعين مدربهم برضو تامر حفني اللي نجح نجاح كبير جدا، وقبليه يمكن كابتن سامر كان ماسك وجاله عقد في السعوديه فسمحنا له ان هو يسافر. فانا بقول لك في ظل هذه الروح تقدر تعمل اي حاجه. عظيم. مع مؤازرة بقى مجلس الإدارة، مع مؤازرة لجنة الكورة، كابتن محمود الخطيب، كابتن عبد العزيز، كابتن علاء، الحقيقة يعني ما بيبخلوش بأي حاجة على يا ريت ناخد بعض الأمثلة من حضرتك، بدايات الاجتماعات، أول اجتماعات رئيس لقطاع الناشئين مع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الكرة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، الرسائل المتبادلة من حضرتك للمسؤولين في المجلس وفي اللجنة ومنهم إلى الدكتور عمرو أبو المجد، وإيه الاستراتيجية اللي توافقتوا على أنها الأفضل بل والضرورية للنادي الأهلي في الفترة الجاية؟ هو احنا لما حطينا الاستراتيجية الأولانية وتوافق عليها المجلس السابق، جه المجلس الجديد عمل معانا اجتماع لجنة الكرة، عرضنا عليهم الاستراتيجية وكنا لعبنا حوالي ثلث الموسم. عرضت الاستراتيجيه مره اخرى وعرضت ما تم انجازه في هذا التوقيت وما سيتم انجازه خلال الاشهر الباقيه، ووضحت للجنه ايه النقاط الخاصه بالاستراتيجيه وازاي احنا ماشيين، وتفاهمنا على نقاط كده. ثم النادي الاهلي دايما بيترك الجهاز اللي يعمل دون اي تدخلات، فاحنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت كلها. كان الكابتن عبد العزيز بقى عينة كمدير رياضي للنادي، كل شيء بقى فيه تفاهم مع الكابتن عبد العزيز، سهل لنا حاجات كتير جدا للقطاع، واي امر من الامور كنا بنطلبه كان الحقيقة بيخلصه على طول. ثم جت نهاية الموسم قبل الماتش بتاع 2002 بحوالي 3 ايام، واجتمعنا مع لجنة الكورة مرة تانية. يمكن كانت ظروف الكابتن محمود الخطيب في العمليه اللي عملها دي بعدته عن مصر شويه، فاول ما جه الحقيقه اول حاجه عملها انه اجتمع معانا مره ثانيه وشاف بقى الفرق بين الاجتماع الاول والاجتماع الثاني، والنتائج دي على فكره ما كانتش موجوده في الاستراتيجيه. احنا قلنا السنه دي هنرتب وهنعمل والملاعب والحاجات اللي قلت لحضرتك عليها، ثم السنه الجايه نبدا نحصد النتائج. نتيجة بقى للالتزام. واحنا بنسمع حضرتك احنا قدامنا على الشاشة اللي هي العناوين والنقاط المحددة في استراتيجية العمل في قطاع الناشئين. يا ريت حضرتك تقول لنا بعض الأمثلة أو بعض البنود اللي حضرتك كنت حريص على وضعها واللي هتكون أو كانت بالفعل أساس للعمل منذ اليوم الأول. بص اللي قدام حضرتك ده من ضمن الاستراتيجية إن احنا بعد الموسم بنختار اللعيبة المميزين في كل فريق. فالحقيقة اخترنا للفرق كلها، ثم اخترنا للمدرسة وحطينا كل واحد في مركزه، ومن السنة الجاية
هتبدا الاستراتيجيه جديده اللي هي اختيار جهاز تدريب فردي. التدريب الفردي مش موجود في اي نادي، ودايما بتلاقي المدرب بياخد اللعيبه ويعمل لها تدريب فردي على جنب. لا ما ينفعش ان شاء الله، اللعيبه هتتمرن مع فرقته عادي جدا، ثم المميزين منهم هناخدهم بالمرتين لثلاث مرات في الاسبوع مع جهاز تدريب او دي الموهوبين. حضرتك شايف في الخانه الاولى التدريب الفردي، وازاي ان احنا تكوين منتخبات من الاعمار القريبه، تقسيم اللاعبين الى فئات الف وب وجيم وندوات واحتياجات الفريق الاول، واول بند عندنا في الجدول اختيار جهاز تدريبي كفء للتدريب الفردي للفرق. نبدا كده بالاول اختيار تدريب جهاز تدريبي فردي. هذا الجهاز مكلف به عمل التدريب الفردي، بيصلح اخطاء، بيزود لعيب عنده مهارة ناقصة، ما بيشوطش برجله الشمال، ما بيلعبش هيدز كويس، في الهيدز مثلا بينط ال 185 سنتي، لا نخليه 190. كل الحاجات دي صدقني لو اتعملت فرديا ثم رجع اللعيب تاني للفرقة بتاعته عشان ايه هتفرق معاه. دي بقى فرق الافضل جدا. العناصر اللي حضراتكم الموهوبة بتشوفوا ان عندهم البوتنشال لانهم يبقوا مميزين جدا بعد كده، اللي عندهم فارق كده. يعني نوعي بالظبط. بعد ما هنقول دي في موجوده للعناصر دي بمراكزها، ثم تكوين منتخبات للموهوبين. يعني النادي الاهلي لازم العناصر القريبه من بعض يعمل منتخب، والعناصر القريبه في السن الصغير يعمل منتخب، وهذا المنتخب يلعب في الاقاليم، يبقى ليه اهداف كثيره، منه احتكاك ومنه تجانس ومنه استجلاب اي لعيبه من الفرق الاخرى المميزه اللي نقدر ناخدها. ثم بعد كده انت عندك الهدف من التدريب القطاعي اللي كانت بتسد الثغرات في الفريق الاول اول حاجه، ثم بعد كده في لعيبه عايزه تحترف، ثم بعد كده انت عايز تبيع. ادي اللعيب المميزين، كل لون من ده فرقه معينه، مرحله عمريه، مرحله يعني الاحمر مثلا تلاقيه 2001، الابيض تلاقيه مش عارف 2000، تلاقيه وهكذا. الاولاد دول شوف مراكزهم، كل واحد في مركزه. هنا كمان في حاجه مهمه جدا، انك ممكن تلاقي لاعب في مركز معين في عدد كبير من اللعيبه معاه وهو لعيب كويس قوي، ممكن مستقبلا تاخد اللعيبه التانية وده يبقى زياده. لا ده انا اوجهه المركز من دلوقتي، المركز فاضي في الفريق الاول من هذا السن ومرنه عليه 4 5 سنين اذا كان سنه صغير، بحيث انه بعد كده يقدر يكمل. هنا ازاي الدراسه تبقى فيها رؤيه مستقبليه، نطلع عناصر متميزه في كل المراكز بالظبط كده، يجي في وقت من الاوقات قادر يمد الفريق الاول بعناصر كل العناصر في 10 مراكز في الملعب او 11 مركز. دي من اعمار 13 ل 18 سنه. يمكن الصوره اللي فاتت كانت للفرق، دي للولاد اللي هم من 13 ل 18 سنه. على فكره الـ الاسماء دي بتتغير تباعا، يعني لما جينا عملناها في اول السنه الوقت فيه اضافات، لما تيجي السنه الجايه ممكن تضاف ناس، ممكن تشيل ناس، ده طبقا لمرحله النمو اللي الولد بينمو فيها، ممكن التغيرات الفسيولوجيه اللي بتطرا عليه. لعيب صغير انت ما خدتوش عشان لسه صغير، السنه الجايه تلاقيه جسمه كبر مع نفس المهاره، ابتدى يتخطى لعيب كبير، بيبقى موهوب بس لسه نموه البدني اتاخر شويه عن اقرانه. بالظبط كده. ممكن لعيب موهوب تلاقيه في الملعب الصغير 10 على 10 يجي في الملعب الكبير مش كويس، والعكس صحيح، تلاقي لعيب عنده استعدادات كويسه في السن الصغير ومش بس مش قادر يجاري في الملعب الصغير، اول ما يجي الملعب الكبير تلاقيه اختلف تماما. فاذا احنا بنواجه كل هذه التغيرات في القطاع، وان شاء الله من السنه الجايه هنبدا في هذا. طيب دكتور عمرو، كلام حضرتك يخلينا بصراحه نسال سؤال، وحضرتك تقول لنا ده ممكن ولا ده مش كلام علمي خالص. الجمهور مع ارتباطات، كثره ارتباطات النادي الاهلي وبورصه انتقالات اللاعبين والاحتراف داخل مصر او خارج مصر والاعارات الى اخر هذه الامور، احيانا بيلاقي الجمهور ان عنده امل في فريق صاعد 18 و20 سنه انه هيلاقي مجموعه نجوم بيشوفهم قريب من الفريق مع الفريق الاول ومؤثرين، واحيانا بنلاقي اجيال لما بتوصل الفريق الاول بنلاقي عنصر او اتنين بس اللي صعدوا وخدوا فرصه حقيقيه، الباقي ما كانوش على قدر الارتباطات. يعني هل سياسه العمل دي ممكن تخلي في نسبه اكبر او اعداد اكبر بنشوفها وتبقى نجوم مؤثره مع النادي الاهلي في الفتره الجايه؟ شوف، في نقطه مهمه جدا للاعب اللي جاي من الاقاليم، بتلاقيه عنده المهاره وزي قصته مجرد كده 10 على 10، لما بيجي يقعد وبيجي ينبهر بقى بالقاهره وينبهر بالخروج ويكبر شويه وكده، بتلاقي ممكن
جزء كبير من اللاعبين بتتاثر بهذا وبالتالي ما بتكملش. ولذلك في الاستراتيجيه اللي موجوده ان احنا بنربي الشبل المحترف. كيف نصنع شبل محترف للنادي الاهلي؟ ففي السياسه الجديده هنبدا نعد نفسي، نبدا نعلمه لغه، نبدا نديله امور ثقافيه، محاضرات ثقافيه لكثير من المحاضرين، نبدا نبعته في حتت في القاهره هنا يزود من ثقافته، نبدا نعلمه الاتيكيت في كل الامور، بحيث لما هذا اللاعب يتعرض لاي امر من الامور تقدر تلاقيه بيتصرف وبيقدر يحل، ازاي يواجه الصحافه، ازاي يواجه الصحفي، ازاي يواجه خبر عليه، يمكن وهو جاي متضايق بالبلد يجي له خبر تلاقيه ما لعبش الماتش، مين بقى اللي يفكه؟ مين اللي يعده نفسي؟ مين اللي يجهزه؟ مين دي نقطه ناقصه في مصر هنا وفي الفرق الصغيره بالذات، ممكن عامل مؤثر صغير يخسرك مباراه وانت ما تعرفش، او ما يخليناش نستفيد بلاعب متميز جدا فنيا، يبطل اللاعب هذا اللاعب. ولذلك فان في السن الصغير ده يبدا من اعداد اللاعب الاعداد النفسي والثقافي بشكل جيد جدا. وعمليه التسويق بعد كده يمكن في الاستراتيجيه ان الاولاد الصغيرين عايزين نعمل اداره صغيره، اداره تسويق، نستفيد من قناه الاهلي، نستفيد من مجله الاهلي، نستفيد من كل حاجه، بان احنا نعمل للولد فايل، وابتدينا في الوقت بنشتغل فيه فايل ليه، سي دي واخد حياته كلها، اللقطات بتاعته، المباريات اللي بتسجلها قناه الاهلي نبدا ناخد عندنا منها. عناصر مبشره ممكن جداً تخرج للاحتراف الاوروبي في مرحله مبكره زي عدد من اللاعبين الافارقه؟ طبعا لو عديت كده، لو قعدت كده 3 سنين 4 سنين ممكن تبقى احسن من كده كتير. في فرصه جيده تسويقيا جداً للاعبين دول. عندك اللعيب المصري من اذكى لعيبه في اقول لك فين في العالم، بس تقدر تعده اعداد جيد. تعده ازاي؟ لازم المدرب يعد. مين المدرب؟ ولذلك انا برضه في الدول الاستراتيجيه لازم استجلاب عدد من المدربين. احنا عندنا مدربين كويسين جدا، يعني عندنا الفرق اللي كسبت الكابتن احمد سراج مسك ال 2000، شرف مسك ال 2001 كسب ال 2001، تامر حفني ال 2002، الثلاث مدربين دول عناصر جيده عدة أثقلت ممكن يوصلوا إلى مرحلة العالم برفع كفاءتهم التدريبية بقى، الدورات العلمية والتخصص. الدورات والسفر، يحضر دورات برة، معايشة، يبدأ يحتك هنا وهنا ويحضر هنا ويعمل دورات ثقافية، ممكن يبقى حاجة تانية. يعني